أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله فلا تقربوها. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف ضمن الأسابيع الثقافية التي نظمتها وتنظمها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. ونحن أيها الأحبة في هذا اليوم الأول من هذا الأسبوع الدعوي الثقافي، ومن حسن الطالع أن يأتي هذا اليوم 18 من ديسمبر مع اليوم الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للغة العربية، حيث إنه يوم 18 من ديسمبر عام 1973 قررت الأمم المتحدة إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية التي يعمل بها في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين كان هذا اليوم 18 من ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية، لغة القرآن الكريم، حفظها الله تعالى بحفظه. ولعلكم استمعتم منذ الصباح إلى حديث معالي وزير الأوقاف عبر الإذاعة وهو يتحدث أكثر من مرة اليوم عن لغتنا الجميلة، اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، حفظها الله تعالى، وحفظ الله مساجدنا، وحفظ الله علماءنا، وحفظ الله بلادنا الحبيبة مصر بحفظه. أيها الأحبة، أرى ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها وقد امتلأت بالسادة الرواد محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبي العلم والعلماء والثقافة، جاءوا ليستمعوا إلى كتاب الله عز وجل، جاءوا ليستمعوا إلى كلمات العلم من علمائنا الأجلاء، جاءوا ليستمعوا إلى الدعاء، إلى الابتهال. أيها الأحبة، معنا اليوم في هذا اللقاء الطيب المبارك قارئاً فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ومبتهلا فضيلة الشيخ سعيد هزاع. ويدور حديث اليوم ولقاء اليوم حول موضوع هام، والحقيقة ودائما ما أكرر، جزى الله القائمين على هذا العمل خير الجزاء في أنهم يحسنون اختيار
الموضوعات التي يتحدث فيها علماؤنا الأجلاء. موضوع اليوم يدور حول الحلال بين والحرام بين، ويحاضرنا اليوم عالمان وعلمان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر. معنا متحدثا فضيلة الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة الدكتور العالم الجليل الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة. يحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك كوكبة من علماء وقادة وزارة الأوقاف. يحضر معنا فضيلة الدكتور رمضان عفيفي، مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف. معنا فضيلة الدكتور سعيد حامد، مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة. فضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن، مدير الإدارة، مدير الإدارات الفرعية بمديرية أوقاف القاهرة. معنا فضيلة الشيخ جمال إسماعيل، مدير إدارة جنوب القاهرة، أوقاف جنوب القاهرة. فضيلة الشيخ مصطفى علي، المفتش بإدارة أوقاف جنوب. فضيلة الشيخ علاء الدين سليمان عمر، المفتش بإدارة أوقاف جنوب القاهرة. وفضيلة الشيخ أبو بكر أحمد عبد العال، أيضا المفتش بإدارة أوقاف جنوب القاهرة. يحضر معنا هذا اللقاء الدعوي الثقافي والذي أمنا في صلاة العشاء، والحقيقة أخذ قلوبنا معه وهو يتلو في الركعتين الأول من ركعات العشاء. فضيلة الدكتور الشيخ على الله شحاتة الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، وفضيلة الشيخ محمد محمود العدل، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الأحبة، جمع غفير يحضر الآن من محب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن محب العلم والثقافة والاستماع إلى القرآن الكريم وإلى علمائنا الأجلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن ينزل علينا السكينة والطمأنينة، وأن يذكرنا الله سبحانه وتعالى كما بشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، يذكرنا الله سبحانه وتعالى عنده، اللهم آمين. أيها الأحبة، بشارة حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله، من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كانت له حسنة مضاعفة مضاعفة إلى يوم القيامة، مش إلى 700 ضعف، لا، والله يضاعف لمن يشاء.
من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة، نورا يوم القيامة. حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحب الأصوات الندية، الأصوات الحسنة الجميلة، خاصة في تلاوة القرآن وفي الأذان. عندما جاءه الصحابي الذي رأى الأذان في الرؤيا وكان سببا في تشريع الأذان، لم يقل له الحبيب المصطفى أذن أنت، لا، إنما قال له حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: دعه لبلال فإنه أندى منك صوتا، أجمل صوتا. فكان حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم يحب الأصوات الندية، وحسنا تفعل وزارة الأوقاف، لذلك نجدد لها التحية، تحية إجلال وتعظيم في اختيارها للقراء الأفاضل الذين يفتتحون هذه اللقاءات الدعوية الثقافية. خير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. عليك الدكتور.
وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. إنه القرآن الكريم. هكذا أيها الأحبة استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وقد كانت
خير بداية لهذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي ننقله لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة ضمن الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، موضوع اليوم كما قلت من الأهمية بمكان، ويدور حول موضوع الحلال بين والحرام بين كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يحضر هذا اللقاء جمع غفير من رواد هذا المسجد الطيب المبارك العامر ومن محبي آل بيت رسول الله ومن محبي العلم والثقافة والعلماء، فحمدا لله سبحانه وتعالى أن استعادت مساجدنا رسالتها لتؤديها في هذه الآونة على أكمل وجه. مساجدنا عامرة بتلاوة القرآن الكريم، حيث المقارئ التي تعقد في مساجد القاهرة بل في مساجد جمهورية مصر العربية لمشاهير وكبار القراء، حيث بلادنا الحبيبة مصر هي دولة التلاوة، فمساجدنا في هذه الأيام والآونة عامرة بتلاوة القرآن الكريم، حيث مقارئ القرآن الكريم عامرة بأداء وإقامة الصلاة، عامرة بالدروس الدينية الفقهية، وعامرة بمجالس الحديث النبوي الشريف، عامرة بالمسابقات الدينية، عامرة بنشر الوعي والفكر الوسطي والثقافة بين ربوع المجتمع المصري الحبيب. ولا شك أن ذلك يؤدي إلى نشر الوعي والفكر الوسطي المستنير، ويعمل على نشر الحب والوئام والسلام والترابط بين أفراد مجتمعنا الحبيب، أيضا يعمل على الأخذ بأيدي هذا الوطن الحبيب إلى النمو والازدهار، حفظ الله بلادنا الحبيبة مصر بحفظه. أيها الأحبة، نستمع الآن إلى كلمة العلم ونبدأها ثم نختتمها بفضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ونبدأها بعالم جليل ومن قادة وزارة الأوقاف ومفكريها بسعادة وفضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف القاهرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين،
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فالشكر موصول لراعي هذه اللقاءات الإيمانية على مدار هذا الأسبوع والمنتشرة في ربوع جمهورية مصر العربية، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وشكر موصول لحضراتكم على هذا الحضور، وشكر موصول للزميل والصديق العزيز فضيلة العالم الجليل الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وللصديق العزيز كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم الدكتور أحمد القاضي، وللزميل والصديق العزيز فضيلة الشيخ أحمد تميم كبير أئمة الأوقاف بوزارة الأوقاف، ولفضيلة الشيخ سعيد هزاع المبتهل الجليل. مستمعي الكرام، موضوعنا الحلال بين والحرام بين. شريعتنا الإسلامية الغراء كما قال أهل العلم إنما جاءت لرعاية مصالح العباد. شريعتنا الإسلامية جاءت بالخير والنفع والفضل والسعة لبني الإنسانية، وأرشدت الناس إلى ما فيه الخير والصلاح لهم في دنياهم وفي أخراهم، فحرمت كل خبيث، فأحلت للناس كل طيب وحرمت عليهم كل خبيث. وكما جاء في وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل الكتاب: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والله عز وجل أمرنا بالكسب الحلال في مواطن عدة في كتابه الكريم، فتارة يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر من الله عز وجل، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وتارة يجعل النداء للإنسانية جمعاء فيقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والحلال ما أحله الله وأحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال عنه بعض أهل العلم إنه من الأحاديث الأربعة التي عليها مدار ديننا الحنيف، قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال بين كتناول الخبز طعام الشراب، والحرام بين كحرمة تناول الخنزير وأكل الميتة وشرب الخمر إلا ما اضطررتم إليه، فده بين، هذا بين، وذاك بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني شيء لن تعرفوا حلال ولن تعرفوا حرام، لكن أهل العلم قد يصلون إلى حله أو حرمته عن طريق استنباط بعض الأدلة، حتى إنه بعض أهل العلم قال لك وحتى هذه الأدلة من الاحتمال البين. وكما نعرف ونعلم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال
سقط به الاستدلال. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. اللي مش عارف، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. انا مش لسه هدور دي حلال ولا حرام، لا خلاص يبقى انا ابعد نفسي عنها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات، اللي تفلسف، وفي بعض الناس يقول لك الشيء ده حرام، الشيء ده بدعة، من اين لك هذا؟ كما قلت في بداية اللقاء، الحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله. في بعض الناس يأخذون بظواهر النصوص ويوهمون العامة أن هذا هو الشرع وهو الدين، والعياذ بالله. والدين من بعضهم براء، بريء من أفعالهم وفتاويهم. ندعو الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع فيها. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثالا كالراعي. من يرعى الأغنام؟ يرعى حول الحمى. الغنم وهي بترعى حوالين أرض خضراء، هل الراعي يستطيع أن يسيطر عليها بنسبة 100%؟ كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك في رواية أن يقع فيه، وفي رواية أن يرتع منه. ألا وإن لكل ملك حمى، يعني كل واحد بيبقى له حمى من الملوك. ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه، الأشياء التي حرمها الله عز وجل. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لأنه القلب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ البر ما اطمأن إليه القلب، والحلال برضه ما اطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك. طب إيه اللي في الصدر؟ القلب. وكرهت أن يطلع عليه غيرك. إذا صلح القلب صلح الجسد، وإن فسد والعياذ بالله فسد القلب وفسدت عشته والعياذ بالله. يبقى الحلال بين والحرام بين، وأكل الحرام وأكل الحلال أمرنا الله عز وجل به، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. سيدنا النبي عايز يقول لنا خلي بالكم كلوا من الحلال، لأن الحلال بركة في الرزق، وبركة في البدن، وبركة في الأهل، وبركة في الولد، وبركة في الوقت، وبركة في العمر، وبركة في الحياة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وخلي بالك أكل الحلال سبب لقبول الأعمال، ده مش خالد صلاح اللي قال، ده ربنا سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعايز يطيب خاطر المسلمين فيقول لك إيه؟ وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. إذا كان الكلام ده للرسل، ما إحنا نعمل إيه؟ واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من آثار عدم تحر الحلال غلق باب استجابة الدعاء، حتى ولو يعني كان الإنسان في وضع مظنة
مظنة لاستجابة الدعاء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل أشعث أغبر يرى عليه أثر السفر، يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب. وإحنا عارفين أنه من ضمن مواطن استجابة الدعاء دعاء المسافر، يقول يا رب ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لهذا. لهذا حينما دخل سيدنا سعد ابن أبي وقاص على سيدنا رسول الله وقال يا رسول الله ادع الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. خذوا بالكم، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رسول ونبي وحكيم ومرب وموجه، لم يقل له صل بالليل أو أكثر من الصيام، إنما قال له يا سعد أطب مطعمك، تحرى الحلال، يا سعد أطب مطعمك، تكن مستجاب الدعوة، يا سعد أطب مطعمك، تكن مستجاب الدعوة، إن أردت أن يبارك الله لك في عمرك وفي أهلك وفي ولدك وفي وقتك وفي حياتك كلها فعليك بتحري الحلال، فعليك بتحري الحلال، يا سعد أطب مطعمك، تكن مستجاب الدعوة. عشان كده بعض أهل العلم قالوا وإن من علامات ومقومات قبول الدعاء تحري الحلال، تحري الحلال والبعد عن الحرام، ربنا يكفينا ويكفيكم شر الحرام وكفى بالحرام شؤما. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، وأكل الحرام يبعد الإنسان عن ذكر الله، والبعيد عن ذكر الله شقي والعياذ بالله. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سيدنا أبو بكر في يوم ما دخل عليه خادم ببعض الطعام فأكل دون أن يسأله. كان من عادة سيدنا أبي بكر الصديق أن يسأل خادمه أو من جلب له الطعام من أين هذا، وعن مصدر المال الذي أتي به الطعام. أكل سيدنا أبو بكر الصديق، وبعد أن أكل سأل خادمه من أين أتيت بهذا الطعام، من أي مال أتيت بهذا الطعام، فقال كنت قد تكهنت لقوم في الجاهلية، يعني بلغة الأيام دي نصب أو مارس الدجل زي بعض الناس ما بتعمل. وبالمناسبة من كمال إيمان الإنسان أن يعتقد أن النفع بيد الله، أي والله، وأنه لا شيء يجري في الكون إلا بإرادة الله. ومن كمال الإيمان أن يحسن الإنسان الظن بالله، فإذا أصابك مكروه فاعلم أنه ابتلاء وامتحان من الله. فمن كمال الإيمان أن ترضى بقضاء الله وقدره وأن توقن به وأن تصبر عليه ابتغاء وجه الله. لكن بعض أهل العقيدة المهزوزة أول ما يصاب بشيء يقول لك ده فلان عمل لي عمل، ده بيرش برة، ده المية هي اللي رشيشها برة عذبة الباب، وتسعة وتسعين والله ياخدوها مني والله 99% من الكلام ده ما بيحصلش. حتى لو يقول لك أنا عندي صداع ده حاجة نفسية، لأنه هو متوهم
يعني ترسخ الوهم في رأسه وأثر عليه انه معمول لعمل، وبعدين يروح لمش عارف مين ومش عارف مين، هو نفسه عارف انه هو غير صادق وغير امين، لكن يقول لك اكل عيش واكل حرام برضه. لكن الرسالة اللي انا عايز اقولها ان يكون عندك رضا بقضاء الله وقدره. ما انزل الله داء الا ها الا وجعل له دواء الا الموت. امال الطب موجود ليه؟ عشان نروح للنصاب الفلان ولا الدجال العلان يكون يعني يكون عندنا حسن ظن في الله وعقيدة راسخة في قضاء الله وقدره. يبقى عايز تعيش عيشة هنية وعيشة سعيدة، اسمع إلى قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. من الذي قال؟ الله. فلنحيينه حياة طيبة، يضمن الله عز وجل لك الحياة الطيبة. والسعادة قد لا تكون في المال، لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى ها غنى النفس. وقال في حديث آخر: من أصبح آمنا في سربه في بيته، آمن، نعمة الأمن دي نعمة عظيمة، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت، كأنما ملك الدنيا بأسرها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بقلبه، حسن الظن في الله، عنده ثقة قوية في الله، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سيدنا بكر بيسأل الخادم بتاعه: من أين أتيت بهذا؟ قال: كنت قد تكهنت لقوم قبل الإسلام وقبل أن أسلم. هو معدي عليهم: يا أخواننا أنا كان لي عندكم فلوس. خد المبلغ بجهل طبعا واشترى منه بعض الأطعمة، فلما علم سيدنا أبو بكر الصديق بهذا وضع أصبعه في فمه وتقيأ هذا الطعام. كان الصحابة والتابعون وأهل العلم يتورعون عن بعض الحلال خشية أن يقعوا في الحرام والعياذ بالله. هو ده الورع. وكلما قويت صلتك بالله كلما أغناك الله براحة البال، بزوجة صالحة، بولد صالح، كلها دي من الأرزاق الحلال، بولد صالح، بالتوفيق إلى عمل صالح، بالتوفيق إلى الرزق الحلال، بالتوفيق إلى الرزق الحلال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم وفقنا لكل عمل صالح تحبه وترضاه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرقين. أشكركم على حسن استماعكم، وأترك بقية الحديث عن آثار أكل الحرام وفضل تحري الحلال لأخي وصديقي فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي، فليتفضل فضيلة الدكتور أحمد القاضي لتقديمه. هذه هي بلادنا الحبيبة مصر، وهؤلاء هم علماؤها. حفظ الله بلادنا الحبيبة مصر، وحفظ الله علماءنا ومساجدنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين السماء والأرض. اللهم آمين. هكذا أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة
من فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والتي حدثنا فيها عن الحلال بين والحرام بين، وكيف أنك بالحلال تصل إلى الغايات المرضية، وكيف أنك بالحلال تحيا حياة هنيئة طيبة مباركة، وكيف أنك بالحلال تصل إلى رضا المولى سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فاللهم متعنا بحلالك يا أرحم الراحمين. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك، اللقاء الدعوي الثقافي ضمن الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف. واليوم هو اليوم الأول لهذا الأسبوع في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، ويتجدد اللقاء إلى نهاية هذا الأسبوع. ومع تجدد اللقاء يتجدد القراء ويتجدد العلماء الأجلاء والمبتهلون، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل تلك الخطى في ميزان حسناتكم وفي ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجزي القائمين على هذا العمل الطيب المبارك خير الجزاء، اللهم آمين. الآن مع كلمة فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي، فليتفضل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإننا نحمد الله عز وجل أن هيأ لنا تلك المجالس المباركة في بيوت الله وبجوار مقامات أولياء الله الصالحين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننهل من العلم الذي أمرنا الله عز وجل بالإنصات إليه، وأنا لا أستطيع أن أعقب على هذه الكلمات الطيبات المباركات التي صاغها لسان فضيلة الشيخ خالد صلاح حفظه الله. حقيقة والله ورب الكعبة صرح وشرد عقلي، وأخذت أتفكر في كل كليمة قالها من علم ومن وعظ ومن إرشاد ومن تنبيه ومن توجيه ومن وعد ومن وعيد ومن زجر ومن بيان ومن تفهيم. هذا كلام لا يقوله إلا عالم رباني، وهذا كلام يعني أسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا فيه خير الجزاء وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. فبارك الله في من أحلنا هذا المقام، وبارك الله في وزيرنا الغيور على دينه المجاهد في سبيل دعوة هذا الدين، السيد الأستاذ الدكتور مختار جمعة، الذي هيأ الله له قلبا يحب بيوت الله ويحب مساجد الله ويحب مساجد العلم، فيسر الله لنا عن طريقه ما نحن فيه الآن من الخير. فالحمد لله ثم له، والشكر لله ثم له، ولمن أحلنا هذا المقام. إخوة الإيمان والإسلام، قضية الحلال والحرام، القضية هذه هي قضية السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض قامت
قامتا على قضية التحليل والتحريم. صدق أو لا تصدق، يعني لما أذكرك بالحديث الذي قاله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات، وفي رواية مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق رسول الله صلى عليه، صلى الله عليك يا سيدي رسول الله. الحديث تقام عليه جامعة، يعني يحتاج إلى جامعة لا إلى كلية ولا إلى سنة دراسية، يحتاج إلى جامعة يدرس فيه طلابها أنا الليل وأطراف النهار طوال سنوات الدراسة. هذا الحديث، هذا الحديث لابد أن تعلمه لأولادك وبناتك وأحفادك وجيرانك ولنفسك ولزوجك، لأن هذا الحديث عليه تقوم السماوات والأرض. أقول لك شيء، اللقطة الأولى في خلق الإنسان هي هذا الحديث، لأن الحديث قال اسمع وركز: الحلال الحرام المشبهات أو المشتبهات. يبقى عندنا ثلاث مناطق الحديث يتكلم عنهم: منطقة الحلال ومنطقة الحرام ومنطقة الشبهات. نقول كمان الحلال ومنطقة الحرام ومنطقة الشبهات. الشبهات هي التي لا تستطيع أو لا يستطيع الإنسان بمفرده أن يميز فيها الصواب من الخطأ، الحلال من الحرام، الصحيح من الفاسد، فتحتاج إلى ضربة أو إلى استشارة أهل الخبرة والعلم. خلينا منها دلوقتي، لكن عندنا ثلاث مناطق وحنشرحها مع بعض: منطقة الحلال، منطقة الحرام، والمنطقة الرمادية اللي في النص. منطقة الحلال، منطقة الحرام، منطقة التلاتة اتقالوا لآدم في آية واحدة، في لحظة واحدة، أول لقطات قرآنية رأينا فيها سيدنا آدم. قال ربنا قال له الحلال: فكلا منها حيث شئتما، آدي الحلال. وقال له الحرام: ولا تقرب هذه الشجرة. وقال له الشبهة: قال ولا تقربا، صل عليه. تخيل حضرتك الحديث لخص قصة الكون بأكمله في سطر واحد. والله والله هذا إعجاز ما بعده إعجاز. يعني يقول له كل من حيث شئتم، من حيث شئتم من هذه الجنة، ده أحل الأشجار التي أحلها الله لسيدنا آدم ولزوجه، ما في مشكلة. وقال له الشجرة دي ما تاكلوش منها. إنما لاحظنا حاجة غريبة جدا، الشجرة اللي ما تاكلوش منها دي يعني الحرام، زي ما اتفقين أليس كذلك؟ إنما تعالى معايا بقى للمنطقة الغريبة بقى، اللي هي المنطقة الرمادي أو المنطقة اللي فيها شبهات أو المنطقة اللي فيها لخبطة، اللي هي إيه؟ اللي بين الحلال والحرام. راح قايل ريح دماغك وابعد عنها يا آدم، ريح دماغك وما تدورش عليها يا آدم، ريح دماغك وما تقتربش. اسمع اسمع ركز انتبه. يقول له ما تقتربش منها ولا تقرب. ايه اللي لاحظته يا راجل يا محترم؟ ان ربنا ما قالش ولا تأكل بس، ربنا ما قالش ولا تطعمها فقط، لا لا، انما قال ما تقربش. يبقى اذا هل الاقتراب كان ممنوعا لذاته ام لغيره؟ لغيره، لان الاقتراب سيؤدي الى ما بعده وقد حدث. ولا تقرب هذه، يبقى اذا طبيعه القران علشان يدربك على الابتعاد عن الحرام بينبهك انك تبتعد عن المنطقه اللي مش واضحه، الكلام اللي فيه قولين وثلاثة وما انتش عارف هو سكته ايه، السكة الغامضة اللي انت ما انتش عارف حلالها من حرامها والناس اختلفت فيها، ابعد عن الشر وغنيله زي ما بيقول المثل، يبقى ابعد اهرب انفد بجلدك.
فيروح يقول لك ايه؟ ولا تقربا. شوف سيب. شوف الكلمة. علشان كده لما تلاقي ان القرآن الكريم بيوضح لك سكة الشيطان، يقول لك كلمة عجيبة جدا، يقول يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات. لا تتبعوا ايه؟ الله. لان الشيطان ما بيدخلش عليك بالحرام لزق. اوعى اعرف عدوك الحرام ما بيدخلش عليك بالحرام وش كده لزق. يعني ما فيش واحد حيجيله الشيطان يقول له اشرب الخمر فانها ستفتك بالكبد وتدمر المعدة وحتخرب بيتك وحتدخلك السجن. في واحد الشيطان بيقول له كده، يا عمي شوية قليل منه لا يضر، قليل منه يصلح المعدة، يا سيدي ساعة حظ وما تعوق، يا سيدي يا عمي يا اخويا يا حضرة يا الطريقة التفاهم الدحلابة والسحلابة دي. فتلاقي الانسان عمال ينزلق ينزلق ينزلق. علشان كده الشيطان لا يمارس الصراحة، الصراحة في التحريم. الشيطان ما بيمارس الصراحة. الشيطان خطته الاولى علشان يوقع حضرتك وياخد بدقن جنابك ويكعبل سيادتك ويلخبط فضيلتك، بيعمل حاجة غريبة جدا. يبدأ الاول يطلق عدة اسماء مزيفة على شيء، فتجد الشيطان يكلمك عن الخمر ويروح مسمينها ايه، هم حظر كده يسمونها بغير كما في الحديث. والله سيدك النبي ما ساب حاجة، والله ما ساب حاجة، قال لك يسمونها بغير اسمها. ما توحد الله. فيروح يسمي الخمرة مشروبات روحية. شوف الشياكة يا له، شوف الجدعنة. مشروبات روحية، يعني شوف بدل ما اقول لك خمور، لا مشروبات روحية. ليك في المشروبات الروحية فانت تحس ان الكلمة شياكة قوي. مشروبات روحية. يجي مثلا على الرشوة، عاوزين نسميها اسم، ايوه تبس، يروح مسمي الرشوة تبس او شايك او عرق الرجالة. فاهم؟ او فاهم العرق ولا عارف العرق ما يخش مسألة تبس. شوف الحشيش مثلا يجي حرمه، لا ما هيقول لك حرامه بتاع، لا ازاي بقى، يقول لك ده اعشاب، ده حتى ده علاج بالاعشاب، ده في ايه مش نبات. الله قال يعني الحاجات التانية ما هيش نبات. خد بالك من الكلام، بيسميها بغير اسمها ويسمي حالة الزنا ويسميها. شوفوا بقى يقول له ايه، صداقة، تعارف، يعني زمالة، اي حاجة بقى من الاسماء اللي انت بالي بالك دي. ويبدأ بقى محدش حصله، محدش حيروح يقابل واحدة ولها مساء الخير تقول له مساء النور، يقولها تيجي نزني تقول والله فكرة يلا يا ابو عال، مش هيحصل الكلام ده، الكلام ده ما بيحصلش. انما المسألة ابتسامة فنظرة فموعد فاستفاع اعجاب فخلوة فما بعدها فما بعدها المهم الشيطان وظيفته كده انه يخليك تسمي الشيء بغير اسمه. لذلك لو انتوا تلاحظوا بتلاقوا انه معركة القرآن في الايات وضع النصاب الاسم الصحيح لشيء. ما القرآن بيرفض في اسماء كتيرة، يقول لك ايه، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقول كذا ولا تقول كذا. بتلاقي معركة القرآن كتير جدا في ايات انه ينبهك انك ما تقولش كذا وما تقولش كذا والى اخره. ليه؟ علشان الحرام فخ ابليسي، ابليس بيستدرجك للمعركة. يبقى اذا كيف كان التحدي الذي مارسه ابليس امام رب العالمين؟ قال له انا هخلي لك هؤلاء الناس ما يلتزموش بترك الحرام. يبقى فكرة العبودية ليه؟ لانه مشكلة ابليس انه وقع في الحرام، مشكلة ابليس انه وقع في النهي والمحظور ولم يسجد حيث امره الله او عندما امره الله تبارك وتعالى. فابليس سيجن، ازاي هذا المخلوق الطيني الترابي سيلتزم بترك ما امر الله تبارك وتعالى؟ لذلك انت مش هتستغرب، انت هتستغرب جدا لو افتكرت معايا الايه بتاعت قول الله عز وجل الذين يتبعون. الناس مش عارفه وظيفه النبي بعث صلى الله عليه وسلم،
والنبي له وظائف متعددة. تعال نتفرج على الآية بتتكلم عن وظائف النبي ازاي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ثلاث صفات فيه: الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، بيعمل ايه؟ خد بالك بقى، يأمرهم بالمعروف، ادي واحد، وينهاهم عن المنكر، ادي اثنين، ويحل لهم الطيبات، ادي ثلاثة، ويحرم. الله الله، دي لازم تقف عندها. ويحرم عليهم الخبائث، ادي اربعة، ويضع عنهم اصرهم، ادي خمسة، والاغلال التي كانت عليهم، ادي ستة، ما تصلوا عليهم نار. ده ايه الوظائف دي كلها؟ الله. فعلشان كده دي وظائف النبي، من ضمن وظائف النبي التي بعثه الله من اجلها هو ان ينتشلك من الحرام، انه يحذرك من الوقوع فيه، انه يفهمك العاقبة التي ستترتب على هذا الحرام. وعاوزك بقى تنبه نفسك وتبقى عارف حاجة مهمة جدا، هل الحرام كان غامض عند الناس؟ لا، الناس عارفة الصح من الغلط، الناس عارفة الخبيث من الطيب. خد بالك، يعني قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة الإنسانية بتبقى عارفة ان ده القطط، دي الحيوانات عارفة الحلال والحرام. لو انت عندك قطة مربيها في البيت، قاعدة كده بتاكل معاك في الطبق، ممددة في قدام السفرة كده، ولا هممها اللي رايح ولا هممها اللي جاي، بتاكل في بيتها، ما عندهاش مشكلة. لو في قط تاني بقى نط من شباك المطبخ عشان يسرق حاجة وانت طبيت عليه، هيعمل ايه؟ حاجة يعني معركة، عارف، ويكسر الدنيا. ليه؟ لان القط ده عارف انه حلال، والقط ده عارف انه بيعمل حاجة حرام. ما توحد الله المال، الحيوان عارف الحلال والحرام. لذلك انا بيعجبني جدا انه الحرام ده معروف عند الانسان والحلال معروف عند الانسان، ما هوش مفاجأة للانسان انه عارف ان ده حلال وده حرام. وعلشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام بين لينا نتيجة فعل الحرام: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ايه؟ الخبائث. اظن هو لو ما كانش قال يحرم، انا عاوزك تتأمل كلمة الايه؟ الخبائث. الخبائث، ان دي حاجة خبيثة. فلما يجي حاجة خبيثة هي مش محتاجة انك انت تشرحها لي، انت هي مش محتاجة انك انت تشرح ان دي خبيثة، دي خلاص هي خبيثة وانا عارف انها خبيثة، يبقى جاي تقول لي حكم. زي ما جهل قضية الخمرة، عمل لك مقدمات للخمرة علشان اصحاب النفوس الطيبة المحترمة اللي زيكم يعرف انها حرام من غير ما يجي نص من القرآن. يعني المتربي متربي، اللي تبع ربي تبع ربي، الانسان مش محتاج واحد. خد بالك، الحرام باين وعلامته واضحة عنده، فانت مش محتاج حد. لا، ده انت خد بالك بقى عشان تبقى عارف ان المسألة، مسألة الحرام دي مسألة شديدة الوضوح عند الناس جميعا، مش محتاجة مزيد من الشرح. انت عارف، عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك ايه؟ الحلال وايه؟ بين دي عند مين؟ عند الإنسان المتزن العاقل الفاهم المدرك الواعي المميز. بين، يعني مش الرسول اللي قال أنا اللي بينته، الرسول ما قالش أنا اللي بينته، قال الحلال بين والحرام بين. يعني كل واحد يستطيع أن يستلهم روح الشريعة الإسلامية من غير أي مجهود. بمجرد، خد بالك من آيات الخمر، آيات الخمر نفسها لما ربنا حرمها اتحرمت بالتدريج التشريعي المعروف في القرآن. فجت المرحلة الأولى لما ربنا سبحانه وتعالى قال لك بالنص، شوف خد بالك بقى بالنص: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الآية واضحة الدلالة على أنه القرآن فرق ما بين حاجتين: السكر وما وصفوش بالحسن، ورزقا حسنا وصفوا بالحسن.
يعني العنب اللي هياخدها يعصرها خمر حرام، انما التانية حلال من غير احتياج الى وضوح نص بشكل واضح، سكرا ورزقا حسنا. يعني القرآن قسمها قسمين، السكر والرزق الحسن. فدي الآية دي عند أهل البصائر اللي زيكم يعرف على طول حكم الخمر من غير ما يجيله فيها نص صريح. جت آية تانية بتتكلم بطريقة تانية، بتقول يعني ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ايه حاجتين، اسم كبير ومنافع للناس، واثمهما اكبر من نفعهما. في صوت على فكرة، في حاجة، واثمهما اكبر من نفعهما. ايه اسمهما اكبر من نفعهما؟ ده مهم جدا انك تاخد بالك منه. القرآن الكريم قال لك انه قل فيهما اسم ومنافع، الاتنين مش ضد بعض. اوعى تقع في المطب ده وتفتكر ان الاتنين غير بعض، لا، الصفتين موجودتين في الخمر. قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، واسمهما اكبر من نفعهما. جت الآية الثالثة وضحت بشكل اعلى، قال لك اوعى تدخل عليها المسجد ولا تخش عليها في الصلاة وانت سكران. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم حتى تعلموا. يبقى نفى عن الانسان احترامه، يبقى نفى عنه احترامه. قال لك ده ما عندوش عقل، ده مش عارف يقول ايه، ده بيهلفط. اللي بيهلفط ملوش لازمة عندي، اللي بيهلفط ما يجيش يصلي، اللي بيهلفط ما يخشش المسجد، اللي بيهلفط يبعد عنا، اللي بيهلفط يبعد. فيجي يقول لك ايه حتى تعلموا ما تقولون. الآية دي الآية كده لوحديها فيها إهانة للي بيشرب من غير ما نتكلم في تحريم. خش بقى على الآية الرابعة. الآية الرابعة ما دخلكش على التحريم مرة واحدة، لأنه عارف إن أنت راجل محترم، عارف الحكم قبل ما الآية تنطقه. فرح قايل إيه؟ يسألونك عن الخمر والميسر، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا خبر أبيض على دي آية. الآية دي بقى عجيبة الإعجاز، إعجازها عجيب. بيقول إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. ماشي، الأربعة مع بعض. خد بالك إنه فيها إيه؟ أنصاب، علشان تبقى عارف ما يبقاش عندك شبهة في التحليل. أصل إحنا ابتلينا بناس وفلاسفة، ابتلينا بمن يحلون الحرام. ده إحنا في زمن فتنة، إحنا في زمن صعب جدا. اعتدوا أي شيء حرام جالنا في القرآن والسنة هتلاقي فلاسفة، مليين الموبايلات، مليين القنوات، مليين السوشيال ميديا، بيحلوا الحرام ويحرموا الحلال ويغيروا في الشريعة ويكرهوك في العبادة وينفروك من الصلاة ويزهدوك ويبحوا لك الخمرة ويجوزوا لك ويقول لك البيرة حلال ويجيب لك ما عرفش ايه ويقول لك حلال ويقول لك الدنيا لخبطت. حتى في الحديث سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه بما أكل من طعام، أمن حلال أم من حرام. فاحنا دي حرب يا اخوانا، خدوا بالكوا دي حرب. انت لازم تشوف انت منحاز لمين. اوعى 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 تقوم من الدرس ده الا وانت متخذ القرار انت منحاز لمين. هل تنحاز لله ولرسوله ام للجهة الاخرى؟ انت حر بقى. القرآن اللي قال كده، القرآن قال شوف هم خندقين، واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر رب. افتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ده فين؟ دي في الكهف. خش على بتاعة ياسين. ألم أعهد إليكم، الله، ده أنا قايل لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. عبادة الشيطان مش تقول إيه؟ مش تصلي ركعتين للشيطان، لا، عبادة الشيطان إنك تسمع كلامه وكلام الناس اللي بعتهم وكلام أدعياء الضلال والفتن، كلام اللي بيحلوا الحرام وحرموا الحلال، كلام اللي بيعبثوا في آيات الله ويأولوا شعيرة الله سبحانه وتعالى، والله كبيرة من الكبائر. فشوف الآية، إن ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. واحد اثنين ثلاثة، خد بالك من الثلاث مصطلحات، عشان واحد بيكلمني في مرة يقول لي لا ربنا قال فاجتنبوه. والله العظيم واحدة حتى كلمتني على الهوى، اكتشفت ان الكلمة دي اشهر كلمة على ألسنة المجادلين، على ألسنة المجادلين الشيطان بيلقيها على أذهانهم.
يقول له قال حرام؟ ما قالش حرام، قال انما الخمر والميسر والانصاب والرجس معنا شان، قال ايه؟ اقول له فاشتربوه، يقول لي ما قالش فلا تشربوه. الله الله، يبقى انت جبت منين انه حرام؟ قلت له ما اجهلك، يعني ده ما فيش جهل يا اخي، لكل داء دواء يستطب به الا الحماقه، اعيت من يداويه. قلت له سيبك من فاجتنبوه، خلاص اركن فاجتنبوه على جنب، خلينا نتكلم تاتا تاتا زي ما بيقولوا كده الاولاد اللي بيعلموهم المشي، تاتا تاتا. ربنا قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس، سيبك منه ما تكملش. ر ج س، رجس يعني ايه؟ رجس يعني نجاسة. يبقى سين سؤال يا عبد العزيز، سين سؤال يا عم الحاج عبد العال، سين سؤال، هل يجوز أكل النجاسة؟ بالله عليك لما تلاقي واحد يقول يجوز أكل النجاسة قوم اصفخه أنا من وقوم من قدامه، مش هينفع معاه كلام، مو خلاص بقى، مو بقولك يقول أكل النجاسة زيه زي الصراصير، فهتعمل ايه حضرتك؟ يبقى واحد ربنا قال لك رجس، يبقى انا مش عاوز اكمل، هو كفايه عليا كده، لا لسه، خش على اللي بعديه. من عمل الشيطان يا صلاه النبي، يعني جايب لك حاجه بقول لك الميه دي اللي عملها لك ابليس، اتفضل اشرب، ها اشرب، دي من عمل الشيطان اللي ربنا حذرني وقال لي انه عدوي، مش هيسقيني ميه بقى فيها شفا، يبقى اكيد حطيت لي فيها حاجه من الذين ده، يبقى رجل ومن عمل الشيطان. جت اخيرا فاجتنبوه، قالت لي وقال لي انه فاجتنبوه ما هياش قوية قوي في التحريم، مش واضح. قلت له حاضر، يعني فاجتنبوه دي الكلم اللفظ ده ضعيف عن 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 دلالة التحريم؟ قال لي اه ضعيف عن دلالة التحريم. قلت له طب بص بقى، ربنا بيقول فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اظن قضية الاوثان دي ما فيهاش مفاوضات. هل القرآن الكريم بيتباطأ في تحريم الأصنام؟ قال لي لا طبعا. قلت له أهو استخدم كلمة فاجتنبوا على عبادة الأصنام، يبقى يدلك هذا على أن كلمة فاجتنبوا أعلى ألفاظ التحريم التي وردت في القرآن. أنت تعرف التحريم ده القرآن بيعبر عنه كم لفظ؟ اسمعوا صل على النبي، القرآن بيعبر عنه بثلاثين مصطلح، 30 مصطلح، لو انا عد ما فيش شيخ حافظهم من شد من 30 مصطلح. مصطلح ايه؟ لفظ التحريم يدل على التحريم، نفي الحل، النهي الصريح، الفعل المضارع المقرون بلام النهي، صيغة الامر، صيغة زجرة، صيغة لا ينبغي، صيغة لا يصلح، صيغة ما يكون لك، صيغة الامر باجتناب الفعل، صيغة الامر الدال على وجوب الترك، صيغة ترتيب الوعيد، صيغة ترتيب العقوبة، صيغة ترتيب الحد، ترتيب اللعنة على الفعل، لفظ الغضب، لفظ ليس مني، لفظ نفي الإيمان، وصف الفعل بأنه شر. عاوز أقول لك 30 طريقة القرآن يحرم بها للبيان وللوضوح ولتجلية. بقي أن نتعلم خطورة فعل الحرام، خطورة الحرام في أنه يصنع واقيا حاجزا. القرآن الحرام، الحرام بيعمل عازل يمنعك عن ربنا. عارف كلمة صدى؟ الحديد لما بيصدي، لو عندك حتة حديد عارف بتصدي في اللغة العربية يعني ايه؟ عارف يعني ايه صدى؟ ها؟ في القرآن استخدم كلمة صدى ازاي؟ وحد الله، صلي على حبيب الله. القرآن استخدم كلمة صدى بمعنى ران، ره ألف نون، ايه رأيك؟ كلا بل رانا. الله 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 الله، على قلوبهم ما كانوا يكسبون. النتيجة كلا إنهم عن ربهم يومئذ. أهل الله بقى، أهل الله اللي زيكم كده، اللهم اجعلنا منهم، قولوا أمين. أكتر عقوبة بيخاف منها مش النار، أكتر عقوبة بيخاف منها أهل الله انه يتحجب عن الله. يا خبر ابيض، دي اي والله دي اقوى عقوبة، لذلك جاءت في الترتيب قبل عذاب جهنم. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بعدها ايه؟ ثم انهم لفروا الجحيم. فجت عقوبة الجحيم بعد عقوبة الفصل عن الله. فاكتر لذلك اللي ما بيصليش
مش هو اللي مذنب بس، لا هو معاقب، معاقب لان ربنا طرده من ساحته، لان ربنا لو كان يريد به خيرا لدله على طريقه ووقوف بين يديه. الله، واحد راح للحسن البصري بيقول له الناس يا مولانا بتقوم الليل وانا نوم تقيل. عارف الناس اللي بتشخر دي بالليل دي، ها نوم تقيل، اللحاف لذيذ والنوم حلو، يا سيدي النبي الدفع عفا ولابس الطاقيه كده بتاعته النومه، فالناس كلها يا اخويا كل شويه يقوم تاني يوم، ده يقول كان يقوم الليل بكام ركعه، وده كان بيقوم الليل بالتسبيح، وده كان ده حتى القران يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نومهم قليل، ناس بيحب ناس سهيره مع ربنا. عندما يختل الحبيب بحبيبه ويقول له اللهم غارت النجوم وهدأت الجفون ونمت العيون وأنت الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، دول الحبيبة، دول هم دول الحبيبة عندنا، مش هم بيغنوا في الأغاني بتاعتهم عن الحبيبة، احنا عارفين الحبيبة بتوعنا مين، الحبيبة اللي بيقول لربنا فليتك تحلو والحياة مريرات وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح الود منك فالكل هين وكل الذي فوق التراب، فيا ليت ما بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين يروحوا ياخدوا اللي هم عاوزينه. احنا فكهتنا قيام الليل، حلاوتنا انك تقوم تصلي الفجر، متعه انك انت تقوم في غلص الظلام كده. كان سيدي اسماعيل صدق العدو والشيخ اسماعيل صدق العدو الله يرحمه، كنت اقول له الله يرحمه كده، اقول له يا مولانا ده احنا بنصحى بدري قوي عشان صلاه الفجر، قال لي يا عبيط ده ربنا بيصحيك قبل العصافير. الله يرحمه يا سيدي. صحيح انت صلاة الفجر العصافير ما بتكونش لسه صحيت، انت خدت بالك؟ ركز في اللي اقول لك عليه ده، وانت بتصلي الفجر اللي جاي هتلاقي العصافير بتبدا تصحى مع الشروق، فانت قبل العصافير بتهجع الى الله عز وجل، تلجا الى الله عز وجل. ومش كده وبس، ده بيعبر بتعبير يجننك، تعبير عجيب الشكل، بيقول لك ان جنبك مش طايق السرير، اعضائك ما بقتش مطوعاك على النوم والانتخه، جنبك مش طايق، يقول لك تتجافى. الله، ما توحد الله، يا سلام لما تلقى نفسك فيهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فبيقول للحسن البصري الناس تقوم الليل، واحد بيساله وانا لا اقوم ماذا افعل؟ قال له وماذا افعل لك؟ ذاك حفل لم يدعك اليه صاحبه. الله، شوف 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 الكلام، شوف الكلام ده، بالله عليك الكلام ده بيجيبوه ازاي؟ دي حفله انت مش معزوم فيها، اعمل لك ايه؟ حفله انت مش معزوم فيها يا ملك، يا ملك، امال احبك حبين، حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك، فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بك عمن سواك، واما الذي انت اهل له فكشفك لي الحجب حتى اراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. الحمد لله وحده ان جعلك يا اخي. ده لما جه يمدح النبي قال له وتقلبك في الساجدين، انت عاوز حاجه تانية؟ تقلبك في حاجات دي نعم ما بيعرفوهاش. ده لما واحد راح يسأل الحسن بيقول له صف لنا الجنة، قل لنا عنائدها وأنهارها واللحم اللي فيها والمسك اللي فيها والمية اللي فيها والفواكه المدلاة، ويقول هيقول له ايه؟ صف لنا الجنة. قال له فيها رسول الله. يلا انت عاوز حاجة تاني؟ انت عاوز حاجة تاني؟ بالله عليك انت عاوز حاجة تاني؟ فيها رسول الله، اللهم صل عليه. ياه، ده الحلال طعمه حلو قوي، ده الحلال ما حله الله عز وجل، والحرام ما حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ابعد عن الشبهات، تتقي الله عز وجل في دينك وعرضك. فزي ملك، ملك عنده جنينة وقال اللي حيخط الجنينة دي حاطع رقبته، شوف التشبيه العجيب بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي خط الجنينة حاطع رقبته. فكل واحد من رعاة الغنم يقول لك ابعد يا عم الغنم بتاعتي عن جنينة الملك، لحسن غنمات تخش تبقى وعيت سودة الدبح، الملك مش هيسمع عليا، يا عم اشتري نفسي. دول الناس العاقلين المتزنين اللي زي حضراتكم. في واحد بقى نمكي، عارف النمكي ده؟ يقولك قرب شوية، طب فيها ايه؟
طب انا مش واثق، انا مش واثق من نفسي، هو انت شايفني عيل برياله، هو انت شايفني صغير؟ فيقعد ويدخل ويجالس دول ويجالس دول. ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى، الراعي ده قعد يلف حوالين الجنينه بتاعت الملك، فلتت غنمه راحت داخله على جنينه الملك، راعت منها اتقبض على الراعي، اتوكل على الله، خد استمارة ستة. ليه؟ لان هو لم يتقي الشبهات. المنطقة دي مباحة، انما شبهة ايوة حلال، لكن هتجرك للي بعديها. ايوة مفيش فيها كلام، لكن هتجرجرك لحاجة انت لا تتمناها. عشان كده انجو بنفسك، فان المساءلة يوم القيامة عظيمة. ما تكتروش قوي من الاغراء وتنسوا الناس الانذار. لازم تنذر الناس، تعلم الناس، تخوف الناس، لانه ومبشرا ونذيرا الاثنين. بعض الناس جاب مبشرا ونسي نذيرا. النذيرة دي مهمة جدا، عشان ربنا لما بيقول لك ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما، مش بيمزح معاك الآية، لا تمزح معاك، لا تتبسط في الحرام. الحديث كل لحم نبت، كل لحم، شوف الخطورة ايه، نبت من حرام فالنار اولى به. والمشكلة ان انت هتتعرض يوم القيامة على نار، النار دي بتشم، النار دي عندها مخ. اللي مش فاهم ان النار عندها مخ هو اللي ما عندوش مخ. النار عندها مخ بيفهم. انا عاوز اقول لك اللي بيعلم ما في الصدور مين؟ ربنا ادى الخاصية دي للنار. يلا يا عم شوف الواعة البيضة اللي احنا داخلين عليه، فين الكلام ده؟ بالقرآن. قال تعالى: نار الله الموقدة التي تطلع ايه؟ مين تطلع دي؟ النار. النار بتبقى طالعة. تخيل حضرتك بقى تاجر مخدرات معاه في جيبه مخدرات، ونزل من السفينة او من الطيارة، واقفين طابور، والكلب بتاع البوليس دوت اللي بيشم المخدرات جاي واحد ورا التاني، بيشم واحد ورا التاني. ها شعور تاجر المخدرات ده ايه؟ وعارف ان الكلب ده قرب منه خلاص وفي جيبه مخدرات، هيقدر يكرمش له ورا ب20؟ هيقدر؟ هيقدر؟ ما فيش هزار. شوف الرعب والهلع. تخيل الناس ناشية على الصراط يوم القيامة، والنار بتطلع. عارفة ده كل حرام دوت كان بيمضي لزميله في الشغل، ده كل المال العام دوت كان بيمضي على شغل ما استلم شغل ما عملهوش وخد المرتب بتاعه، دوت كان بيساهل وبياخد بيورد بضاعة مغشوشة، وده كان بيمضي على اعمال ما عملهاش. يا خبر ابيض على الناس دول، هيتعمل عليهم باربيكيو كده يوم القيامة وتشوفهم محضر التاني بيتقلوا. قال مصيبة، كل لحم، شوف الحديث، نبت من حرام فالنار اولى به. طهر نفسك، ولو تبيع عفش بيتك عشان تطهر نفسك براءة واعتذارا الى الله لقوله صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث وانا حاسب لك الضمير اللي حاسب نفسه. الحديث يقول لك ايه؟ الناس في اموالهم اربع، الناس اربع اصناف: رجل اكتسب ماله من حرام وانفقه في حرام. يا رب سلم، قولوا امين، سلم يا رب. ده كسب حرام وبينفق حرام، ده خلاص النتيجة جت من كنترول، ده خلاص فهو في النار. خش على رقم اثنين. رقم اثنين: رجل اكتسب ماله من حلال، من حلال، وانفقه في حرام. عرق وتعب واشتغل وراح جاب حشيش وجاب خمرة وجاب واكتسب ماله من حلال وانفقه في حرام، ده ايه رأيكم فين؟ فهو في النار. ادي التاني، قولوا والله، قولوا يا ربنا نجينا، قولوا امين. التالت، احنا قلنا اثنين من اصل اربعة، الاولاني اكتسب ماله من حرام وانفقه في حرام، والتاني اكتسب ماله من حلال وانفقه في حرام. خش على التالت. التالت اكتسب ماله من حرام وانفقه ايه؟ فهي فين رأيكم؟ ادخله فين ده؟ ده 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 اكتسب، ده كان بيسرق وينشب ويطلع على المواسير، ده ايه بقى وضعه؟ مش معقول اخش يعني هندخله كلية معرفش ايه؟ لا، ما خلاص ده ضاع، فهو في النار. ربنا نجينا، قولوا امين. ثلاثة من اصل اربعة، انت سامع ولا مش سامع؟ انت واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ ثلاثة من اصل اربعة،
نقول تاني، الاول اكتسب ماله من حرام وانفقه في حرام، التاني دخلت في النار، التاني اكتسب ماله من حلال وانفقه في حرام ضاع فهو في النار. طب والتالت اكتسب ماله من حرام وانفقه في حلال، تلاتة يا ليلة بيضة يا عم قوم بينا يا عم، دول تلاتة من اصل اربعة، تلاتة من اصل اربعة، عشان الناس اللي بتتساهل، عشان الناس اللي فاكرينها كده عادي كده وتيكت ايزي كده. وخليك كبر مخك يا مولانا، ما تبقاش حبال يا مولانا، انا مال انا، هي دي اخرتي؟ ده ربنا اللي بيحذر وبيعلم، ده درس مهم جدا. الحلال والحرام ده يا جماعة ما هوش هزار، مش مزاح. الرابع بقى مين فاكرينه متخيلينه؟ ها، حلال وحلال ده فين؟ تعالوا شوفوا الحديث قال ايه. ورجل اكتسب ماله من حلال وانفقه في حلال فيقال قفوا هذا. يلا يا حبيبي، ده اللي هنبدأ نحاسبه. ما توحد الله، انت فاكر انا سيبكم؟ ده انا جاي اسوي حساباتي معاكم. هو انت فاكر ايه؟ فاكرها سبهلله ماشيه سبهلله؟ فاكر؟ يا ريت تكون سبهلله. صدق يعني ايه سبهلله دي يا عم الشيخ؟ سبهلله اسمعوها كتير صح؟ سبهلله كلمه جميله قوي، عاوزين تعرفوها؟ وحد الله. سبهلله يعني سيبها لله. الله، وحد الله. شوف الكلمه عندها ازاي. اول ما واحد يقول لك شايفها سبهلله، نقول له يا رب تكون سبهلله. الناس فاكرينها عشوائي، يا رب تكون سبهلله، يقول لك دي جت معاه اللهوي، يعني كده تقول له يا رب، يا رب حد يكره انها تيجي معانا اللهوي، يا رب تيجي معانا كلنا اللهوي، يقولوا امين. حد يكره اللهوي؟ الله. واحد صاحبي يقول لي، بقول له يا راجل انت تاكل مال النبي، قال لي ده حبيبي. الله، انت اخلع انت، هو في احلى من كده؟ هاكل مال النبي يا حبيبي يا رسول الله، مش احلى؟ قلت له والله العظيم معاك حق. فعندنا اربع اصناف في المال وضعهم اهو، واكتسب ماله من حرام وانفقه في حرام فهو في النار، الثاني اكتسب ماله من حلال وانفقه في حرام فهو في النار، الرابع اكتسب ماله من حرام وانفقه في حلال فهو في النار، الرابع اكتسب ماله من حلال وانفقه في حلال. فيقال قفوا هذا، ده نبدا نحسب، لعله ضيع فرضا من فرائضه انشغالا بماله. ايوه، ما انت بتاكل حلال اه، بس من بتوع العمل عباده يا عم الشيخ. يا ابني الصلاه الاذان بيدك يا عم الشيخ، يعني اقفل المحل وامشي الزباين يا ابني؟ توقع يعني الصلاه يا ابني، قوم صلى يا عم الشيخ. النوم سلطان يا عم الشيخ، اما اصحى اصلي، هي خربت الدنيا؟ الله، ما الدنيا واسعه، ما اصلي لما اصحى. وخليك كده، هو ربنا عمل الصلاه عشان تعطل مراكب الخلق؟ بكره يتفرج، بكره وانه لذكر لك ولقومك، ها وسوف ايه؟ انت حر بقى. فهنا بقى حضرتك الرابع، لعله ضيع فرضا من فرائضه انشغالا بماله، فان كان قد فعل صحب الى النار، وان لم يكن قد فعل يقول اللهم ما ضيعت فرضا من فرائضك انشغالا بماله. فيقال لعله طرد مسكينا او منع محروما، فان كان قد فعل دخل النار سحب الى النار، ولم يكن قد فعل يقول اللهم ما ضيعت فرضا من فرائدك وما منعت مسكينا وما طردت محروما. فيقال لعله تكبر بماله او اختل بازاره، فان كان قد فعل سحب الى النار، ولم يكن قد فعل يقول اللهم ما ضيعت فرضا من فرائدك وما انشغلت بمالي وما تكبرت بازاري وما اخترت بردائي وما اختلت بردائي. فيقال إذن هات شكر كل نعمة تنعمت بها وكل ثوب لبسته وكل طعمة طعمتها. ويظل يسأل ويسأل. في هذا يقول سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، عجبا لهذه الدنيا، حلالها حساب وحرامها عذاب. نسأل الله أن ينجينا من ألم الدنيا ويا رب العالمين. اللهم نجنا من الحرام وأهله، اللهم نجنا من الحرام وأهله، اللهم ذلل قلوبنا لطاعتك، اللهم ذلل قلوبنا لطاعتك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. احفظ اللهم جيشنا، احفظ اللهم رئيس جمهوريتنا، احفظ اللهم رئيس دولتنا، احفظ اللهم أولادنا، واحفظ اللهم أحفادنا، واحفظ اللهم أزواجنا، واحفظ اللهم بلادنا،
ولا تقبضنا إليك إلا وأنت راض عنا. وصل لهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله. هكذا أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي حدثنا فيها عن الحلال البين وعن الحرام البين وعن الشبهات المنطقة الرمادية كما سماها فضيلة الشيخ. وكما قلت لحضراتكم في بداية هذا اللقاء، إن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، ولعلكم من خلال كلمة العلماء الأجلاء فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي وفضيلة الشيخ خالد الجندي تبين لكم أهمية هذا الموضوع الحلال والحرام. وكما بين فضيلة الشيخ خالد الجندي في كلمته كيف يتسلل الشيطان إلى النفوس البشرية ويسول لها الحرام، يزين لها الحرام بمسميات يعني تجعل النفس تتبع خطوات الشيطان. لذلك دائما كما استمعتم في هذه الكلمات الطيبة، عندما يعتريك أمر تعال ده حلال ولا حرام، تذكر قول الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا الأمر أين تضعه؟ إن وضعته في الطيبات فهو حلال، إن وضعته في الخبائث فهو خبيث وحرام. فالحلال كما قال خير البرية الذي أوتي جوامع الكلم، الحلال بين والحرام بين. نسأل الله أن يرزقنا حلالا. فضيلة الشيخ خالد الجندي في كلمته، والحقيقة كأنه يحتفل بيوم اللغة العربية اليوم، تحدث عن ألفاظ وأماط اللثام عنها، وتحدث عن قول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، في مناطق كده ما تقربش ناحيتها، حتى القرب لا، حتى القرب لا ما تقربش منها خالص. أيضا في كلمته كانت كلمة جامعة الحقيقة، يعني ذكر أبيات شعرية ليتك تحلو والحياة مريرة، هي بتناجي ربها السيدة رابعة العدوية، تناجي ربها وكانت زاهدة عابدة. ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، إلى آخر الأبيات التي ذكرها فضيلة الشيخ خالد الجندي. ولكن هناك شاهد، في يوم من الأيام أراد والد السيدة رابعة أن يختبر إيمانها، فقدم لها طعاما، فقبل ما تمد إيدها على الطعام قالت يا أبتاه أمن الحلال هو أم من الحرام؟ قال لها يا رابعة وإن كان من الحرام ولا نجد غيره. بعض الناس كما تفضل فضيلة الشيخ خالد يعني يلبسون
الباطل ثياب الحق، زي الراجل اللي سرق تفاحة وراح تصدق بها وذهب إلى الإمام، فالإمام بيسأله لماذا سرقتها؟ ده أنت سرقتها يعني مضطر تاكلها؟ لا ده أنت ما أكلتهاش رحت إيه؟ تصدقت بها. قال له لا يا إمام خلي بالك، سرقتها فكتبت علي سيئة، وتصدقت بها فكتبت 10 حسنات. فاحذف بقى ايه يعني سيئة من 10 يبقى 9 يبقى انا الفائز. فالامام هم اللي هم ما بيفهموش الدين كما تفضل وبين فضيلة الشيخ. فالامام قال له انت فهمت الدين غلط، انت فهمت المسألة غلط، انت لما سرقتها كتبت عليك سيئة، ولما تصدقتها لم تقبل منك. إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، ففضلت سيئة لغاية ما تقابل ربنا أو تستغفر وتتوب وترجع الحقوق لأصحابها. فوالد السيدة رابعة بيقول لها إن كان بيختبر إيمانها، إن كان من الحرام ولا نجد غيره. شوف اسمع الى الرد من النفس المؤمنة المطمئنة التي تتحرى الحلال والحرام. قالت يا أبتاه إننا نستطيع أن نصبر على الجوع في الدنيا ولا نستطيع أن نصبر على النار يوم القيامة. اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين. يا رب يا رب ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. آمين آمين. أيها الأحبة، بدأنا اللقاء بأحلى الكلم وبأفضل الذكر بالقرآن الكريم، حيث التلاوة التي تلاها فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. والآن نصل إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، ونختتمه بالدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، داعين المولى عز وجل العفو والعافية، وأن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر، وأن يحفظ لنا علماءنا وبلادنا وقادتنا. اللهم آمين. الآن مع الدعاء والابتهال وفضيلة المبتهل الشيخ سعيد هزاع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عفوك ورضاك يا رب، يا رب فاحفظ مصر واحمي جنودها، يا رب يا رب فاحفظ مصر واحمي جنودها، واجعل أمانا في البلاد يسود. صل على الحبيب يا
صلي على الحبيب محمد. يا رب صلي على الحبيب المجتبى. يا رب صلي 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 على الحبيب المصطفى. يا رب صل على الحبيب محمد. يا رب صل على الحبيب المجتبى. يا رب صل على الحبيب المصطفى. اسمع وصلي على الحبيب. نور على نور حبيب المصطفى. منذ الولادة في الخلاء واسأل واسأل حليمة عن حكاية رضعتي. واسأل حليمة عن حكاية رضعت نالت حازت فازت به فوق النساء. نالت هناء في المدائح من طافا. جاء النبي صلى عليه. احنا قاعدين في ال جاء النبي جاء النبي بوحي ربي قاصدا أن يسقي الإنسان للتاريخ. سيدنا النبي كمان نصلي عليه. وعاد للتاريخ نور نبوته مع
من بعد عيسى من بعد عيسى من بعد عيسى حاملا لقب الوفاء. والحسن يشهد، خلي بالك من الكلام، والحسن يشهد والحسن يشهد عند أحمد سيدي عليه الصلاة والسلام سيدنا، والحسن يشهد عند أحمد سيدي فلدونجي بدر الجمال قد انتفى. والحسن اسمع وتأمل وتدبر زي ما سيدنا وأسيادنا قالوا، والحسن يشهد عند أحمد سيدي فلدونجي بدر الجمال قد انتفى. صلوا علي، نسمع بقى، صلوا عليه وسلموا وتزودوا، صلوا عليه، صلوا 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 عليه وتزودوا، صلوا عليه وسلموا وتزودوا، قلبي 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 يا حبيبي اكتفى. طبعا احنا قاعدين عند ستنا فلازم نقول حاجه برضه في ستنا، مش كده؟ بعد اذنك يا دكتور احمد، ازاي؟ اتفضل. جد جد الحسين، جد جد الحسين، جد الحسين جد الحسين أبو الكرام، أبو الكرام، أبو الكرام رسول الله. فبحبك قد بحت بالإنشاء، فبحبك قد بحت بالابتهال بنفيسة الله الله بنفيسة بنفيسة مع زينب وسكينة، بنفيسات مع زينب وسكينات، بنفيسات الله مع زينب بنفيسات الله. اسمع اسمع لفظ الكلام، بنفيسات مع زينب وسكينات، بنفيسات مع زينب بنفيسات مع زينب بنفيسات مع زينب وسكينة، كل كل الكرام يا دول أرض اللي بالكوا في مدد هنا والله يعني. دلوقتي في مدد، وفي الفجر في مدد، وفي كل وقت في مدد،
هقولها كمان مرة عشان أنا بحب أسمعها بستنا. بنفيسة لسه بنفيسة مع زينب بنفيسة وسكينات بنفيسات مع زينب وسكينات كل الكرام كل الكرام يا تولي أرض بلادي. نصلي على سيدنا بقى نصلي على سيدنا. اللهم صل على المصطفى إمام العلوم وبحر الوفاء. اللهم صل على المصطفى إمام العلوم وبحر الوفاء. من زادها هي ايه؟ ها خلي بالك هو دي البيت بس وخلاص هختم. من زاد داء ربي 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 يفرج همه. طب نزيد كمان كده. من زادها من زادها ربي يفرج همه والذنب يعفى والنفوس تنعم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أيها الأحبة، بهذه الأدعية والابتهالات التي قدمها لنا المبتهل الشيخ سعيد هزاع، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، اللقاء الدعوي الثقافي ضمن الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف وتجوب بها مساجد مصر العامرة تحت رعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان معنا اليوم قارئا فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ومن المتحدثين فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بمصرنا الحبيبة، وفضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة. أيها الأحبة، إلى أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى غدا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.